بين الحلم والضياع. شباب في عمر الزهور اختاروا قوارب الموت للوصول إلى الضفة الأوروبية على غرار أيوب ويونس، اللذان ركبا البحر من سواحل عنابة رفقة 11 آخرين منذ الخميس الفارط، تاركين وراءهم عائلة تعيش الحسرة ومرارة الانتظار ولو خبر بسيط عن فلذات أكبادهم. يدي ما على باليش كي شرح، ما كانش داير كاع في هذا الشيء في راسهم، شامي دارها في راسهم. دار الستاج ديالو بوندون دو زون، ومن بعد راح جبو السيرفيس ميليتير ديالو، ايتي اوفيسيي، خرج من لارمي، قعد يحوس الخدمة ديالو، شامي دار شامي دار هادي تاع قطع البحر، شامي. كانوا يبريكوا لي دو كوش دروات هكذايا باش يدبروا المصروف ديالهم. ديرنييرمون سمعنا هذا الخبر هذايا سي اوني تيتوني. 13 شابا من حي الرئيس حميدو بالعاصمه اختارهم ايضا قوارب الموت وسيلتهم للوصول الى الضفه الاخرى، لكن الرحله لم تكن رياحها كما اشتهوا. كانوا 13 داخل فلوكا، كان البحر كان شويه طالع، هذه في النهار ماشي في الليل، كان البحر شويه طالع. ابري كي كان طالع والفلوكه شويه اون بان، هذوك كل 10 قال لك شكون يخافوا، ما عباك البوا داخل الفلوكه شكون نسيت يحبطها كي تكون هي اون بان. قال لك انتبكوا، شافوا واحد الجزيره، قال لك هذيك الجزيره ماشي بعيده بزاف، ويا بيحت الان كيلومتر هكذا. تبكوا، قال لك 10 دقائق هكذا طب طب طب، قال لك ما شافوهمش كاع، ما شافوهمش سي بون. من تما هما هذيك هذه نهار الخميس على الظهر، فهمتيني؟ من تما وهما داخل البلوكا حتى نهار الجمعة 9 بداو ليهم لامارين. ملامح المأساة ترسم كل مرة على وجوه العائلات، فرغم كل الأخطار التي واجهها هؤلاء الشباب في رحلتهم غير مضمونة المصير، إلا أن سيناريو الحرقة يتكرر كل مره.